لي فولون لي سميتك ولا للاسف راه مشات لي القناه الاخوان ولا المصدر اللايج ديالي انا هي القناه راه ما نقدرش نخدم عندي اعاقه ما فري راه ما خدامش راه ما نقدرش ندير شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالي امير راه غير بيقدر يرد لك القناه ديالك عطيتها لي قال لي امبوسي السلام عليكم فينا الاخوان صباح عليكم بخير كلشي مزيان اش كتعاودوا اخوان عرفتي وقع لي واحد البروبليم بشكل اقسم بالرب كما كتعرفوني قال لي جون تيعرفوني المغاربه كبار وصغار كانت عندي واحد القناه سمعها شاخده هي باش تنخدم هي باش نصوبي انا بعدا راسي حيت انا اخوكم عندي واحد الاعاقه حركيه ما نقدرش نمشي مثلا نخدم ميكانيك تودور ما يمكنش أبو الساحل تنخدم غير بواحد الليل فكرت درت قناة في يوتيوب كما كتعرفوها شاخدة صاحب المقولة ديال شاخدة ولاد الحاج كنت جالس كونسونطري تنتقاتل ونفلوغي ونضحك الناس وندور من هنا وندير فلوغ ونمونطي ولوه حتى وصلت ليا القناة لستمياتك متابع لي فولون لستمياتك وللأسف راه مشات ليا القناة الإخوان البارح الفيديو دار بوك في الانستغرام وليني فاش اكتشفت القناة مشات ليا النيت بغيت كيما قلت لهم دابا راه مونطيت الفيديو وجدته باش لونسي عاوتاني تفرج للبيبليك كندخل القناة تلقى ايرور الايميل والو كاع الايميل والو مابقاش مع انستالي كاع في التليفون حتى راه بكيت راه الفيديو راه في الانستغرام عرفتي راه ولا المصدر اللايج ديالي انا هي القناة راه ما نقدرش نخدم عندي اعاقة ما نقدرش نخدم شي حاجة اللي هي ثقيلة عليا من غير حنا تنفهمو شوية في لي ريزو سوسيو درت قناة غير باش نترزق بها الله وصافي هادشي اللي كاين المغاربة الحمد لله كاملين انا عزيز عليهم ها راك عارف الفلوقات ديالي عفوية باش نخسر الهضرة انا ماشي بحال ديك الطبقة اللي كادي هادي الكملولي ومزاوراهم نادا حاجتي انا لا انسان عفوي تندير فلوقات ديالي نتلقاها معاهم داكشي بعفوية كيجي سبونطاني الناس كلهم داعميني كلهم واقفين معنا حيت عارفيني فري راه ما خدامش راه ما نقدرش ندير شي حاجة اللي فوق الطاقة ديالي كنخدم غير في يوتيوب صافي من تما تعاطفوا معايا المغاربة عارفيني كي داير اتصلت الناس نيت في الانستغرام قالوا لي شوف امير راغي بيقدر يرد لك القناة ديالك عطيتها لي قال لي امبوسي ما يمكنش ترجع قال لي ماشي حملات السينيال تاركات ليك وربما قال لي انت شاخده بركتي على شي ليان السي واحد صيفط لك في الايميل بركتي على شي ليان وداريك القناة هاد الايميل عندي ما اكتيفي تنعاود ناكتيفي في بي سي والو ايرور ديسبونيبل قديت واحد اخرى قلت الناس يتعاونوا معايا لطاقيت كاع لي فان ديالي اللي كاينين كاع في المغرب موش تبعين ديالي في الانستغرام كلشي دخلت ابونا كيدعموني مازال ما رميتش فيها والو يلاه كرييتها دابا والله ما نعسرتش دابا لحد الان تنفكر 600 في عقلي تربج بحال ما عرفتش شنو مشاريع حيت مصدر الرزق ديالي هذاك ما نقدرش نخدم شي خدمه غير القناه تندير فيها بلوغات تنتكم مع الناس صافي تنتخلص غير منها واخا ان فريد تيقول لي بنادم مشي تخدم بجهه اخرى راه ما نقدرش عندي اعاقه لك شفاد لا مشوار كامله ديال اللي صار عندي معايا انا ما نقدرش مثلا اي خدمه تقول لي ديرها امبوش ساهل ما نقدرش نخدم ديك الخدمه كاع عندي اعاقه حركيه من الطفوله اللي بغى ناكد ليه كاينين الوراق كاين كلشي ماشي بلعاني تندير هكا ولا تيوقفوني في الشارع كنت مؤخرا في مراكش وفوت ما درت داك الفيديو بقاو الناس عرفتي معاطفه معايا شكون داها ليك راه خويا الايميل والله تنرد عليك هكا تيدوي معايا والله تنجيبها لك راه ليا غير الايميل انا نتقاد نرد عليك اخويا شاخده هكا تيديروا لي ديما في الانستغرام كذلك حتى نحلي دوني الميساجات تاع عباد الله
أم درا أخويا رديتي القناة؟ أم درا أخويا أش واقع أخويا؟ شكون ذلك أخويا القناة؟ أنا تنقول من هاد من برا ماشي المغاربة حاسديني على شي لعبة ولا هذا شاك في أنا غير ولد مدينتي. هاي ولاد المدينة سبحان الله ما عندهمش معايا ولا ما عرفش مالهم كاع، كيبغيوني غير نطيح في أسفل السافلين. أما المغاربة والله ما تيقيسني شي واحد، كاع المغاربة عزيز عليهم سبحان الله باش عفوي. مثلا انا متلش انا بحال الملولي وندير الكذوب ونصطنع باش ندير لبنان فيديو يضحك، لا تنتقل بلوك ديالي تنهضر سبونطاني ما كاينش انا مهاكي الحياه. هادشي اللي كاين يلاه قسم علي الله. مشات لي القناه تاي قديت قناه جديده، وكنتمنى اي واحد اللي شاف هاد الفيديو يلقى لي انا في ديسكريبشن يدخل يتابونا ويدعم خوك شيخ راه اي ولد باب الله. لا ولاد المدينه ما كاينش تعامل بحال البيبليك دبرا تما بزاف كاع تما اصلا. ان فوا مثلا نمشي بشي هيت ولا شي لباس ولا شي حاجه ماشي لا يدري كيخرج لي نشط في الزنقه ويضحك ويلعب. لا هما عندهم حمق هبيل هذاك راه غير مسطينا شويه ما كاملش في عقله. يلا اللي خرج دابا يضحك في الزنقه ولا يهز داك باف داك البوفر داك البوفر بلوتوث اللي كيهزو كاع الدراري يمشيو يخرجوا للغابه يديروا الرحله صافي. غير اللي شافني موثق فيه في الشارع حمق هذاك بين مسكين هذاك راه والو. نبدل الفلوغي كاع الفلوغات ديالي كاع الفلوغات ديالي ما كاينينش ما الاغلبيه ما دايرهمش في خنيفرة كاع في داكشي اللي كان عندي فلاشين القديمه هنايا في مكناس قنيطره تنسافر المدينه ما تنجلس فيها دقيقه بيبليك بشكل. وتا من ناحية ميكرو تريطوار راه كاينين شي تلاتة د الفيديو دارو البوز ما صورتهمش في خنيفرة. خنيفرة ما عرفتش بنادم تيخاف من الكاميرا ولا ما عرفتش مالو. البيبليك متقبل أي سؤال تنعطيه في ميكرو تريطوار تيجاوبني. مدينتي لا لا ولا كيخليك تالت تالو ملي كتصور تيقولك سبريمي خير ما نبانش صافي. وكرهت أنا مابقيتش نصور تما كنبقى نسافر. الرسالة اللي كنبغي نقول لولاد مدينتي الله يهديهم تانا تنبقى واحد من وسط ديك المدينة و تما يبقى ولاد المدينة ديالي ولاد بلادي. هادشي اللي كاين اخويا ما يمكنش نخدم امبوست هين نخدم كاع مثلا غير غير مالين دار غير اي حاجة بسيطة كنكعافيها غير في الحوايج ديالي ولا الا ما لبسنيش واحد في الدار ما كاين والو. الا ما لبسنيش واحد غير من ناحية السفر ديالي دابا ما تلبسهاش بشحال من مرة كطيح ليا السفر ديالي تنبغي نشريها ولاني تلقى فيها مشكل. بس السيور دابا ما يمكنش نسد السفر ديالي بوحدي ولا من غير ستاني شي واحد في الدار. ديما تلبس دابا حوايج بلا من ناحية السفر ديالي تلبس اي حاجة فيها السيور انا عاشقة نشريها ولاني ما كنبغيش حيت ما كنوحل وكان لي فكرها ليا مثلا ولا يعقد ليا الصباط ولا صافي و تنشري شي حاجة سامبل و نلبس عيني. نقول ليها اخويا الله ياخذ فيك الحق والله اخويا تنتحاسب معاك الفوق ماشي هنايا مازال ليا من الله طويلة الفوق عند ربي سبحانه وتعالى والله ما نسمح لك فيها اخويا اقسم بالله حيت هي مصدر العيش ديالي انا. الجمهور زي الشخداوي كما تنقول الله يرحم الوالدين اللي شاف هذا الفيديو فاش واقع تي في ربي يدخل اي خلي انا في الديسكريبشن يدخل يتابعونا عندي الله يرحم لها الوالدين راه مصدر الرزق هي القناه ما نقدرش نتموني تشيزا شي حاجه ما قدش عليها. هادشي اللي كاين الاخوان تحيه للمغاربه من طنجه للقويره وكاملكم خوتي وكاملنا خاوه خاوه وما كاين عداوه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.